نبدأ حلقتنا من ملف البيئة والتغيرات المناخية. هو ملف شديد الأهمية كما نعلم، والخطورة على الإنسان وعلى الكرة الأرضية. فتعترف 155 دولة على الأقل بحق مواطنيها في العيش في بيئة صحية، إما من خلال التشريعات الوطنية أو حتى من الاتفاقات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكن على الرغم من كل هذه الحماية، تقدر منظمة الصحة العالمية أنه 23% من جميع الوفيات للأسف مرتبطة بالمخاطر البيئية، مثل تلوث الهواء وتلوث المياه، إضافة إلى التعرض للمواد الكيميائية. لهذا السبب يأتي اليوم العالمي للبيئة الذي يحتفى به في 5 يونيو كل عام بشعار توعوي هذه المرة، وهو أرض واحدة فقط للعيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة. ولكن يبقى السؤال، ماذا فعل البشر بالأرض وبالبيئة؟ دعونا نتابع ماذا صنعنا في البيئة. وأيضاً كأحد النماذج التي تحاول تحقيق النمو البيئي المستدام، نتحدث هنا عن ليبيا، والتي هي إحدى الدول العربية التي تحاول أن تعمل على هذا النمو، وقد وضعت لها رؤية 2030. ورغم ذلك يواجه الحفاظ على البيئة تحديات عدة وسط مطالبات بضرورة تفعيل قوانين حماية البيئة. نتابع. المساحات الخضراء تتقلص في ليبيا لصالح البناء العشوائي والتصحري خلال العقد الأخير، دون وجود خطط حكومية واضحة لمجابهة أخطار التغير المناخي الذي يحدق بليبيا كغيرها من الدول، في ظل استمرار الاعتماد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري مصدرا أساسيا للطاقة. عندنا هو العديد من الأشياء، التصحر وقطع الأشجار ومسح الغابات من أجل بناء العشوائي، هذه واحدة من أهم المشاكل، بالإضافة لمتبقيات المبيدات والمبيدات الزراعية تحتاج إلى وقفة جادة من الدولة، بالإضافة للغذاء ودخول الغذاء من المنافذ حتى هو يحتاج إلى وقفة جادة. فيما تسعى منظمات المجتمع المدني المحلية لتحقيق التوعية بأخطار الاعتداء على البيئة، وتقود حملات توعوية بأهمية المحافظة على الشواطئ والمساحات الخضراء وزيادتها من خلال حملات التشجير. قامت منظمة بتنظيف شواطئ المدينة من العبوات البلاستيكية بعدد أكثر من 20 حملة على شواطئ المدينة، مع حملات توعية على خطورة تدفق البلاستيك إلى البحر على البيئة البحرية. قامت المنظمة أيضا بحملات تشجير داخل المدارس لعدد أكثر من 25 مدرسة، حيث يتم توفير الشتلات ويقوم التلاميذ بغرسها تحت إشرافنا. أخيرا قامت المنظمة بغرس حدود 500 شجرة داخل بنغازي. فيما لا تزال الرؤية الوطنية الموحدة حول مواجهة التغير المناخي غائبة بسبب الانقسام السياسي ونقص التشريعات الواضحة لدعم البيئة، رغم وجود جهود مجتمعية خجولة لدعم البيئة في ليبيا، يبقى هذا القطاع يعاني وينتظر الاستقرار السياسي علّه يلقى الاهتمام الذي يستحقه. رأفت بالخير، الحرة، طرابلس. يعني كما تابعنا الآن، هناك مخاطر كثيرة تواجه التوازن البيئي في ليبيا، ولا تقل بأي حال من الأحوال عما يحدث في لبنان، وهذا في ظل تراجع قيمة الليرة وتنامي ظواهر البطالة والفقر والهجرة في لبنان وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي. ومع ذلك يبدو أن الحفاظ على البيئة يعني أولوية غير مدرجة على سلم أولويات السلطات الرسمية في الوقت الحالي على الأقل، وحتى لدى شريحة من اللبنانيين ممن يفكرون فقط بمعيشتهم وسبل خروجهم من الأزمة. في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة في لبنان، وفي ظل البحث عن الأولويات من خدمات طبية ومأكل ومحروقات وكهرباء ومياه وعمل، باتت البيئة أيضا ضحية تضاف إلى هذه الأزمة، إذ تراجعت إلى أدنى أولويات الدولة وشريحة من المجتمع في مقابل مطالبات بإنقاذ الوضع البيئي المتدهور. بلدنا ناقصه كتير أشياء،
أهم شيء الأولويات البيئة، الراحة النفسية والجسدية وكل شيء. البيئة مهمة بس لا، في أولويات العالم بدها تأكل وبدها تشرب، يعني في أولويات يحسنوا وضع العالم ويحسنوا الوضع الاقتصادي والمالي. يعني أهم شيء كل إنسان ينظف حد بيته لحتى كل واحد يحس شوي بنظافة بظل الدولة الغايبة نهائيا عن الموضوع. في لبنان لا تقتصر المشاكل البيئية على تلوث التربة والهواء والمياه، بل تشمل أيضا انتشار المقالع والكسرات غير الشرعية، هدر المياه، عدم معالجة النفايات، وانتشار ثمانية مطامر، وتراجع الغابات إلى أقل من 7% من مساحة البلاد بعدما كانت قبل 25 سنة تغطي 20% منه. وفي اليوم العالمي للبيئة يشدد خبراء بيئيون على ضرورة اعتماد حلول عاجلة للمشاكل البيئية. مشكلة كتير كبيرة عندنا المياه المبتزلة، وعندنا ضرورة لمعالجة هذا الموضوع، والمعالجة بتصير ببناء محطات جيدة. صرنا سنين نحن عم نصرخ انه ضروري انه نروح على فرز النفايات، وضروري انه نخفف من النفايات، وضروري نروح نعمل تسميد كومبوستينج للنفايات العضوية، وبالتالي التخفيف من قصة تلويث البحر واعتماد المكبات العملاقة على البحر. عندنا قصة التشجير وخسارة الغطاء الأخضر بلبنان، عندنا قصة تلوث الهواء، تلوث التربة. وعلى الرغم من شح الموارد المالية، تؤكد وزارة البيئة أنها تحاول وقف التدهور على المستوى البيئي قدر المستطاع. موضوع النفايات، موضوع الموارد الطبيعية والكسرات والمقالع، صار في أمور تنظيمية حولها، شغلنا على تلوث الهواء، على المحميات وعلى إدارة الغابات وحرائق الغابات. هاي للسنة يوم البيئة العالمي بخمس حزيران رح يكون العنوان تبعه هو الوقاية والحد من حرائق الغابات. التحديين الأساسيين اللي عندنا مواضيع البيئة هو أكيد التحدي المالي، لأنه الوضع المالي، التضخم المفرط الكبير اللي احنا فيه عم بيأثر على كل القطاعات، ولكن عندنا تحدي آخر هو سيادة القانون. نحن بمواضيع البيئة كتير منعاني أن القانون لا يطبق بالطريقة السليمة. ويأمل المواطنون بتحسين الوضع البيئي سريعا، خصوصا مع وصول برلمان جديد إلى الحكم فيه وجوه تغييرية تهتم بالبيئة. يشجع خبراء بيئيون السلطات الرسمية والمواطنين على تكثيف اهتمامهم بالبيئة، خصوصا أن الاستثمار السليم لها يمكن أن يخلق وظائف ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية. والعين على الحكومة المرتقبة لوضع المشاريع البيئية كأولوية ضمن برنامج عملها. من بيروت، رودينا بخليل، الحرة. الآن نتابع أبرز المبادرات البيئية العربية للوصول إلى تنمية بيئية مستدامة، نبدأها هنا بالمغرب. وبحسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فقد تم إحراز تقدم ملموس في مجال دمج الاستدامة في السياسات القطاعية، وذلك بهدف تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر مندمج في العام 2030. حاليا بدأت السعودية أيضا أبعد من رؤيتها البيئية 2030، وذلك عبر استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري، وذلك بحلول عام 2060، كواجهة للتحدي المشترك الذي يفرضه التغير المناخي وأثاره السلبية، وذلك بحسب رؤية المملكة 2030. أيضا شرعت الحكومة الأردنية بالتعاون مع منظمة الشرق الأوسط على إعادة زراعة مساحات شاسعة في وادي الأردن، إدراكا منها للمخاطر الجسيمة الناجمة عن التغير المناخي والجفاف، وذلك بحسب موقع كرنجي. أما قطر فقد وضعت استراتيجية بدورها، استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي، وتم إطلاقها مؤخرا للحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الأخضر، وذلك بحلول 2030. المزيد ينضم إلينا الآن من بغداد الدكتور مختار خميس، مدير منظمة المناخ الأخضر العراقية. أهلا بك وصباح الخير عليك يا دكتور مختار. بداية، إلى أي مدى في رأيك أضر الإنسان بكوكب الأرض حتى هذه اللحظة؟ شكرا جزيلا لك ولمشاهدي قناتكم الموقرة. الحقيقة الإنسان هو السبب الرئيسي في تدهور البيئة، في تدهور الأرض، وعمل خلال 200 سنة المنصرمة نسميها الفترة الصناعية، عمل سيكويسينج يعني امتصاص لموارد الأرض بجميعها، إلى أن شعر في بأنه هو في منطقة الخطر، لذلك بدأ يحاول بأنه
يحاول بأنه يديم البيئة لأنه مصلحته بدأت تتضرر بذلك. الإنسان حقيقة هو المسبب الرئيسي في تدهور البيئة. طيب أيضا يعني دكتور مختار، البيئة في خطر كما نعلم، وهذا تم توثيقه بالعديد من التقارير، والعالم لربما يدق ناقوس الخطر على البيئة، الملف الذي بات الخطر رقم واحد. هل إيقاع العمل الدولي لتخفيف هذه المخاطر البيئية مقبول، أم أن هناك مطلوب أكثر من ذلك؟ الحقيقة يعني المعطيات التي موجودة على الأرض تقول بأنه غير كافية، غير مقبولة، وإنما يجب أن تزداد هذه الجهود. وبما أنه شعارنا اليوم بأنه نحو أرض واحدة، إذن يجب على الجميع أن يتحركوا حركة واحدة، حركة من أجل بيئة واحدة، من أجل أرض تمتلك بيئة نظيفة، لأنه من حق الإنسان أن يعيش في بيئة نظيفة هو والأجيال القادمة. طيب بما أنه لا سبيل إلا هذه الحركة التي ذكرتها الآن، ما الذي يجب علينا يعني فعله فورا، أو القرارات التي يجب علينا اتخاذها فورا لإنقاذ هذا الكوكب الوحيد الذي يمكننا العيش عليه؟ نعم، الآن من بعد ما وضع العالم سياسات اتجاه التغيرات المناخية، الآن بدأت مرحلة التنفيذ. يجب على الجميع أن ينفذ ما دون، خاصة بالنسبة لوثائق المساهمات الوطنية اللي يعني حتى واحدة من عدن قدمها العراق وصادق عليها مجلس الوزراء، فإنه يعمل يعني تعمل الدول على مسألة التنفيذ. نعم رسمنا السياسات، ولكن الآن يجب أن ننفذ. بالتالي واحدة من القرارات الرئيسة بأنه يجب على المجتمع أن يعي بخطورة المسألة. هنا المجتمع إذا وعى بأنه الخطر، حجم الخطر، سيساهم الجميع. أعتقد بأنه عليه واجب للكل بأنه يعملون من أجل هدف واحد، ألا وهو حماية واستدامة البيئة الذين يعتبر الإنسان هو جزء كبير منهم. نعم. طب دكتور مختار، إذا كان كل العالم متأخر في تحقيق يعني الهدف ويعني وإيجاد حلول وحماية البيئة، كيف تقيم الجهود المبذولة عربيا في مواجهة قضايا المناخ؟ ليس كل العالم هو متأخر بهذا المجال. هنالك دول عندها خطط كاملة للطوارئ، لكن حجم المشكلة كبير. الدول العربية الحقيقة يعني بدون استثناء حركتها بطيئة، سلحفاتية أسميها، لأنه أول ما قلت بأنه على الشعوب أن توعى بأنه هنالك خطر قادم حقيقي، ليس بالكلام ولا بالإعلام ولا بغير ذلك. والشعوب تلمس هذا الشيء من خلال الجفاف وتدهور الأراضي وقلة الأمطار وغيرها. وعليه بأنه الجميع يجب أن يفكر في بودقة واحدة بأنه الخطر سيشمل الجميع. الدول العربية تحتاج إلى دعم حقيقة، لأنه تعتبر قسم من عدها هي من الدول المتأثرة جدا، خاصة العراق ومصر والسودان وغيرها. وعليه بأنه خططها لا تنفذ إذا ما هنالك دعم موجود عالمي بهذا الشأن، وخاصة مثلا بعد اتفاق باريس، لما وضع العالم أو خاصة الدول الصناعية اللي هي السبب الرئيسي في انبعاثات الكربون واللي أدت إلى الاحتباس الحراري، بأنه تعمل على وضع مبالغ لشراء الكربون. يعني شراء الكربون يعني مثلا دول كبيرة عليها أن تخفض الكربون، ممكن أن تخفضها في البلدان العربية في تنفيذ مشاريع داخل البلدان العربية وبالطاقات النظيفة. نعم. طب دكتور مختار، يعني وسط كلامك أنت ذكرت كلمة مهمة جدا، ربما كلمة مفتاح في هذا الملف بالتحديد، وهي كلمة الشعوب. لماذا؟ لأننا يعني غالبا عندما يثار هذا الموضوع نتحدث عن دور الحكومات، ما الذي تقوم به الحكومات، ما الذي يجب عليها فعله، ولكن ماذا عن المواطنين؟ ماذا عن التوعية؟ ماذا عن دورنا نحن كمواطنين في هذه المنظومة؟
نعم، الحقيقة الحكومات لا تستطيع بمفردها أن تعمل، لأنه الحكومات يعني كان مفروض من عدها بأن تقدم سياستها، قدم سياساتها تجاه التغيرات المناخية. الحكومات من؟ الحكومات هم أفراد المجتمع أيضا، وعليه بأنه المواطنين عليهم بأنه يدركوا بأنه عليهم الآن أن يتحركوا بجدية. كل فرد لا يخص متعلم وغير متعلم، لا يخص سياسي وغير سياسي، الجميع في 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 واجب، واعتبر بأنه هذا واجب مقدس، لأنه لا يشمل فقط الناس العايشين على سطح الأرض الآن، ولكن يجب أن نفكر بالأجيال القادمة. قد يكون هذا الكلام يعني كلام تأليف، لكن لا، نحن في وسط الخطر. لذلك إذا أنا ما أشعر بالخطر، وإذا ما أقوم بالعمل بالتنفيذ بشيء معين على قدر ما أستطاع، يعني ما تستطاع الدول بأنه تعمل على تنفيذ ما استدامة البيئة اللي هو عايش فيها. نعم. طب دكتور مختار، بما أنه إحنا عم نتحدث عن العامل البشري، كما نعلم قد مضى 100 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية، ويعني هنالك العديد من الحروب اللي تدور حول العالم، يعني مدى تأثير الحروب على الأرض حسب رأيك؟ إلى أي مدى يمكن أن تصل؟ الأرض والشعوب اللي عليها الآن هي متأخرة في الاستجابة إلى حماية البيئة. أكيد الحروب ستؤخر كل المخططات، ستؤخر كل ما هو الدول مخططة، لأنه راح تأثر على اقتصاد البلد، والاقتصاد البلد لما يتهدد طبعا يترك المشاريع الأخرى ويهتم بجانب واحد. طبعا الحروب مؤثرة جدا وتؤخر تنفيذ المخططات اللي تجاه هذا الأمر المهم. شكرك، شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح دكتور مختار خميس، مدير منظمة المناخ الأخضر العراقية، شكرا جزيلا لك. ربما لين هذه النقطة الأخيرة التي أثرتيها هي نقطة يعني غاية في الأهمية، لأنه إن كان الإنسان يدمر البيئة بشكل مباشر كما ذكرنا في يعني طوال هذا الحديث من خلال سعيه لنمو ورفاهية العيش، فيجب أيضا ألا ننسى كما ذكرتي أن التدمير المباشر مستمر في ذات الوقت من خلال الحروب التي لا تنتهي.